اجيبها معايا. فيتامين اي ده احنا دلوقتي اخدنا اثنين من الفات سوليبل فيتامينز، خدنا فيتامين اي وخدنا فيتامين اي دي، خلاص فاضل لنا اثنين هناخدهم النهارده وخلاص خلصنا الفيلم. فيتامين اي ده الفيتامينز الصغيره خالص ومع ذلك مهم ومين في الامتحان، وهتكتب سيرتك معايا الكلام اللي انا بقوله ده. ايه الكيمستري بتاعته؟ الفيتامين اي دوت ايه الكيمستري بتاعته؟ احنا عندنا ماده كده اسمها كرومان. في ماده كيميائيه كده اسمها كرومان. اكتب الكلمتين دول معايا عشان الدوشه اللي موجوده عندك مش هتطلع منها حاجه. في ماده اسمها كرومان. الكرومان دي رسمتها مش عليك. الرسمه اللي انا رسمها دي مالكش دعوه بيها، ما ترسمهاش. وهي مرسومه عندك. الكرومان ده تو سايكلز عاملين كده. لما بنيجي نرقمهم بتبقى دي واحد اثنين ثلاثه اربعه، وبعد كده بنرقم هنا خمسه سته سبعه ثمانيه. الرسمة اللي قدامي دي اسمها كرومان، دي هنا بقى دبل بوكس وحاجات كده مش مهم التفاصيل دي. طيب الكرومان دي ايه علاقتها؟ ايه علاقتها بالفيتامين اي؟ بصوا بقى معايا كده. الكرومان دي بتتحول لمادة ثانية اسمها تو كول. بتتحول لمادة اسمها تو كول، تو كول. ازاي الكرومان ده بيتحول لتو كول؟ يقول لي أول حاجة عند الكربون رقم 6 دي بنحط او اتش، يعني ما فيها هيدروكسي جروب عند الكربون رقم 6 ماشي. وايه كمان؟ وعند الكربون رقم 2 دي بيبقى فيه مجموعه ميثايل، وكمان بيبقى فيه حاجه اسمها ايزو بري نويد يونت. ايزو بري نويد يونت اللي خدناها في الكوليسترول. طيب يبقى انا لو عاوز اقول الكرومان ده ايه علاقته بالتوكول، هقول رقم واحد في عند 6 او اتش، وهقول رقم اثنين ان في مجموعه ميثايل، وهقول ان رقم ثلاثه في حاجه اسمها ايزو بيري نويد يونت. كده رسمه بعد الاضافات دي اتحولت من كلمه كرومان لكلمه توكول. يبقى انا بقول لك التوكول ده ايه؟ تقول لي ده 6 هيدروكسي كرومان ويز ميثايل اند ايزو بريدود يونت. كرومان عند 6 في اتش وفي ميثايل وايزو بريدود يونت. طب جميل، ايه علاقه الناس دي التوكول ده بالفيتامين اي؟ اقول له التوكول ده اللي هو بقى الرسمه دي خلاص فاضل عند 5 هنا وعند 7 مش عاوز صوت وعند 8 تلات كربونات دول خمسة وسبعة وثمانية. لو ضفت عندهم ميثايل، لو ضفت عندهم ميثايل سواء عند واحدة أو عن أكثر من واحدة، يعني لو ضفت ميثايل في أي مكان من دول، يقوم تتحول الحاجة اللي اسمها توكول دي لحاجة اسمها توكوفيرول. يبقى التوكول ده اتحول ازاي للتوكوفيرول؟ اقول له عن طريق ان انا ضفت مجموعه ميثايل. ضفت مجموعه الميثايل دي فين؟ اقول له ضفت الميثايل دي عند 5 او 7 او 8 او كلهم زي ما هقول دلوقتي. المهم ان في ميثايل مسك في مكان من دول. اتحول كده التوكول لو هنا في ميثايل لحاجه اسمها ايه؟ توكوفيرول. التوكوفيرول ده هو الفيتامين اي. لما اقول ايه هو الفيتامين اي تقول الفيتامين ده توكوفيرول. بس جه ازاي؟ اقول له كان في ماده اسمها كرومان. كرومان دي ضفت الاول او اتش عند 6 وميثايل وايزوبريدون، اتحول الكرومان ده لتوكول. التوكول ده لو ضفت ميثايل عند 5 او 7 او 8 اتحول لحاجه اسمها توكوفيرول. التوكوفيرول ده هو الفيتامين اي. طيب عندنا كام توكوفيرول؟ عندنا أربعة، يعني عندنا أربع أشكال من فيتامين إي. ألفا، بيتا، جاما، دلتا. إيه الأربع أشكال دول وإيه الاختلاف ما بينهم؟ أقول له الاختلاف ما بينهم في الميثايل. عشان أقول الميثايل عند 5 و7 و8، بصوا معايا. لو التوكوفيرول ده الميثايل عند 5 وسبعة وثمانية يعني ثلاثة، يعني التراي ميثايل
5 و7 و8 حطيت ثلاث مجموعات ميثايل عندهم كلهم عند 5 و7 و8 قفلت الميثايل كله تراي ميثايل توكو فيو يبقى ساعتها اسمه ايه؟ اقول له ساعتها اسمه الالفا. يبقى لما اقول الالفا ده لما اقول الالفا ده في ميثايل فين؟ تقول لي 5 و7 و8 يعني كام واحده؟ 3. طيب لما انا لقيت السبعه دي وخليت عند 5 و8 بس ضاي بقى ميثايل اسمه بيتا. طب لو خليتها 7 و8 يعني 2 برضه بس 7 و8 ولقيت الخمسه يبقى اسمه جاما. طب لو خليتها عند 8 بس يبقى اسمه دلتا. يبقى انا عندي كام شكل؟ عندي اربع اشكال الفا بيتا جاما دلتا. خلاص؟ على حسب ايه؟ او على حسب مجموعات الميثايل دي. الميثايل دوت لو كان فيهم كلهم يبقى الفا، لو كان في 7 5 و8 يبقى بيتا، 7 و8 يبقى جاما، وبعد كده لو 8 بس يبقى ايه؟ يبقى بيتا. طيب مين الموست اكتف؟ يعني مين اللي بيشتغل ومين اللي اقدر اقول عليه ان هو فيتامين اي الاكتيفيتي بتاعته عاليه جدا وانا مش ناجح؟ اقول له اول واحد ده، يبقى اطلع على الالفا ده الموست اكتف فور. ومين الليست اكتف؟ ومين اقل واحد؟ اقول له اخر واحد ده، يبقى هم متقدمين كده على حسب الاكتيفيتي. يبقى الليست اكتف فور. يبقى اكتر واحد فيه ميثايل هو الموست اكتف، واقل واحد فيه ميثايل هو الايه؟ الليست اكتف. انا عاوز في الكيمستري بتاعت الفيتامين اي خلاص كده الرسمه دي. تقول لي اول حاجه في حاجه اسمها كرومان. الرسمه مش عليك، اهم حاجه الكلام بس. الكرومان دوت كان فيه عند 6 او اتش وفي مجموعه ميثايل وايزوبرينيول تتحول بالثلاثه دول لحاجه اسمها توكول. التوكول دوت لو ضفت عليه ميثايل 5 او 7 او 8 او كلهم يتحول لحاجه اسمها توكو فيول. التوكو فيول ده هو الفيتامين اي. طيب في كام فيتامين اي او في كام شكل؟ اقول اربعه، الفا بيتا جاما دلتا على حسب مجموعات الايه؟ الميثايل. نيجي للسورس. العنوان الثاني. يعني انت تحفظ بقى عشان خلاص ايه؟ محللهم في كل. ها؟ بلانت ولا انيمال؟ اقول له الاثنين. بلانت وانيمال. يبقى السورس بتاعه بلانت وايه؟ وانيمال. طيب السؤال مين الموست كومن سورس؟ ايه اهم سورس احفظه هنا؟ لو عاوز احفظ اقول له البلانت اويلز. الزيوت النباتيه. زيت الذره، زيت القطن، زيت الجدان، الحاجات دي. يبقى البلانت اويلز، البلانت اويلز هي الموست كومن سورس بتاع ايه؟ اقول له بتاع الفيتامين اي. طيب نيجي للعنوان التالت. ايه الابزوربشن والترانسبورت والستورج؟ اعمل عليه اكس كده واكتب زي اللي انا قايله بالظبط من الاول خالص في الجدول، اكتب كده في الجدول، ما تخش ولا كلمه زياده. لما اجي اقول لك الابزوربشن بتاعه تقول لي لايك الليفل، بيحتاج الفايت سولتس، لو في ستات تبقى تقلل. الترانسبورت بتاعه محتاج كام بروتين؟ اسمه فيتامين اي بايندنج بروتين. الستورج بتاعه تقول لي الستورج بتاعه في الليفل، ما تخش ولا كلمه زياده مش هزود اي حاجه. طيب نيجي بقى لاهم حاجتين اللي هما الفانكشن والديفيشنسي. ايه الفانكشن بتاعت الفيتامين اي؟ وايه الديفيشنسي اوف الفيتامين اي؟ اول حاجه الفانكشن بتاعته كلمه واحده ان هو ناتشرال انتي اوكسيدنت. يبقى الموست كومن الموست كومن والموست امبورتنت والموست اي حاجه تجيلك ناتشرال انتي اوكسيدنت هو الفيتامين. خلاص كده؟ يبقى الفيتامين هي دي شغلته مش شغلته تانيه. يبقى هو شغلته ان هو ايه؟ ان هو انتي اوكسيدنت. طب مين تاني تعرفوه انتي اوكسيدنت؟ فيتامين السي. السي صح جدا. يبقى احنا عندنا واحد في الفات سوليبل مهم جدا اسمه ايه؟ ها؟ اسمه الايه؟ فيتامين اي ده هو الانتي اوكسيدنت اللي في الفات. طيب وعندنا واحد مهم جدا هي دي شغلته برضه اللي هو مين؟ السي بس ده في الووتر. يبقى الراجل ده انتي اوكسيدنت بروتكت مين؟ هو انتي اوكسيدنت او ده ناتشر وكل حاجه بس بروتكت مين؟ اقول له بروتكت الفات لان هو فات سوليبل فايتامين. يبقى هو شغلته بيحمي مين في جسمنا؟ اقول له بيحمي الفات والحاجات اللي هي فات سوليبل. لما نروح على السي بقى نقول لا ده بيحمي الكربوهيدرات والبروتينز والحاجات اللي هي ووتر سوليبل لان هو ووتر سوليبل. يبقى انا ربنا خلاني حاجتين، واحد انتي اوكسيدنت في الفات بيبروتكت الفات، واحد انتي اوكسيدنت في الووتر سوليبل بيبروتكت الحاجات اللي هي ايه؟ ووتر سوليبل. مين الفات بقى اللي هو بيعمل له بروتكشن؟ اقول له ثلاث حاجات مهمين جدا.
ويبقى ده خلاص الفانكشن بتاعه. يبقى هو ذا موست كومن او ذا موست امبورتنت ناتشرال انتي اوكسيدنت، ولانه فات سوليبل فشغلته على الفات. مين الفات ده بقى؟ اقول له اول حاجه اسمها بولي ان ساتوريتد فاتي اسيدز، مهمه جدا. بولي ان ساتوريتد فاتي اسيدز، البولي ان ساتوريتد دول لما اخدناهم قلنا ان هما الفاتي اسيدز فيهم اكتر من دبل بوند، وقلنا حاجه زي اللينوليك واللينوليك والارشينوليك اسيد. كنا قلنا على الثلاثه دول ان هما لهم اسم ثاني ان هما اسمهم ايه؟ اسينشال ها فاتي اسيد. وقلنا ان دول اكتر حاجه بيدخلوا فيها هي الفوسفو ليبيدز. يبقى البولي ان ساتوريتد فاتي اسيدز دول انا لما احميهم اما بروتكت البولي ان ساتوريتد دول ان هما يتاكسدوا لان هو انتي اوكسيدانت، يبقى انا بحمي مين كده؟ بحمي مين؟ بحمي اكتر حاجه موجودين فيه اللي هما الفوسفو ليبيدز. طيب هي الفوسفو ليبيدز دي اكتر حاجه بتعملها ايه في جسمنا؟ اقول له ان هي بتشتغل على الممبرينز كلها، سواء كان سيل ممبرين، الار بي سيز، الاورجانيلز، كل الممبرينز اللي في البودي فوسفوليب. يبقى الفيتامين اي ده بروتكت ايه في جسمنا في الاخر؟ الممبرينز. وبيحافظ على الانتجريتي بتاع ايه؟ اقول له بتاع الممبرينز، سواء كانت في السيل او في الار بي سيز او جوه الاورجانيلز في الميتوكوندريا وهكذا. يبقى اول حاجه هو بيعملها بروتكشن، اول فات هو بيعمله بروتكشن البولي انساتيف فاتي اسيد، يحميهم من الاكسده. وبالتالي هو بيحمي فوسفوليبيدز لان هم موجودين فيها كتير جدا، وبالتالي هو بيحمي مين؟ بيحمي الممبرينز. طيب ايه الفات الثاني؟ اقول له برضه بولي انساتيوريتد فاتي اسيدز بس موجودين في مكان ثاني، او كل الليبيدز اللي موجوده في مكان ثاني، مين هم؟ اقول له موجودين في حاجه اسمها لو دنستي لايبوبروتين، دي اهم حاجه، وحاجه ثانيه اسمها فيري لو دنستي لايبوبروتين. لو تفتكروا لما اتكلمنا على اللو دنستي لايف بروتين ميتابوليزم، قلنا لما بيكتروا خلاص كده، او لما بيحصل لهم حاجه تاني اسمها ايه؟ موديفيكيشن. والموديفيكيشن دي كانت ايه؟ اما جلايكيشن، اما ايه بقى؟ اما اوكسيشن. يعني الليبل اللي جوه اللو دنستي، ونفس الكلام ينطبق على الفي لو دنستي، الليبل ده لو اتاكسد، كنا بنقول كده، لو اتاكسد في اللو دنستي تقوم اللو دنستي دي تعمل اثيروسكلوزس، لان الماكروفاج هتاخدها وتاكلها، تيجي تنضمها وما تعرفش، الكوليسترول يطلع، يبقى في البلاد فيسلز، وبالتالي يحصل اثيروسكلوزس. طب وجود الفيتامين اي يعمل ايه؟ بروتكت مين؟ الفات اللي فين؟ اللي في اللو دنستي والفي لو دنستي، يمنعها من الاوكسيشن. يبقى هو كده منع ايه؟ اقول له هو كده منع اثيروسكلوزس، منع ان هم يخشوا في السيكوال بتاع اثيروسكلوزس. يبقى ده تاني فات هو بيحميه. يبقى الفات الاولاني البولي انساتوريتد بس اللي في الفوسفوليبيد اللي داخل في السيل ممبرينز، يبقى معنى كده ان هو بروتكت الممبرينز. الفات التاني اللي هو موجود في البي لو دينستي واللو دينستي عشان ما يتاكسدوش ويعملوا لنا اثيرو ايه؟ اسكاليوز. طيب الفات التالت اقول له جوه الليبر بيشتغل على اخواته بقى. احنا اخدنا كام فيتامين لغايه دلوقتي؟ اتنين، فيتامين ايه وفيتامين دي. وقلنا ان الفيتامين اي والفيتامين دي دول ستورز ان الليفر، صح كده؟ يبقى الفيتامين اي والفيتامين دي دول لهم ستورز جوه الليفر. طب وهم عباره عن ايه؟ عباره عن فات، لان هم احنا اتفقنا ان هم فات سول وفيتامين. يقول لي هو بيحمي الستورز دي من انها تتاكسد، بيحمي الفيتامين اي والفيتامين دي. يبقى ثالث حاجه ان هو بروتكت الفيتامين اي والفيتامين دي ستورز فين؟ في الليفر. يبقى ده ثالث ليفل هو بيحميه من الاكسده. يبقى لما اجي اقول ايه شغله الفيتامين اي دوت؟ تقول لي الفيتامين اي ده شغلته ان هو ناتشرال انتي اوكسيدنت. بيشتغل على مين؟ اقول له بيشتغل على الفات. انهي فات؟ اقول له البولي انساتوريتد اللي بتكون سوليبل في الممبرين، وبعد كده البولي انساتوريتد اللي في الفيري لو دنستي واللو دنستي من اثيروسكلوزس، واخر حاجه اخواته اللي هم موجودين فين؟ موجودين هنا. طيب نيجي للديفيشنسي بتاعه. الفيتامين اي ده بقى لو يحصل ايه؟ هنحفظها بالطريقه اللي انا هقولها دي. واحد، يحصل حاجه في الانفانتس. الاطفال الصغيرين لو نقص عندهم الفيتامين اي في حاجه معينه تتاثر. اتنين، لو الادلت بقى يبقى حاجه ثانيه. وفي حاجه بتحصل في الاثنين، في الادلت وفي الانفنت. وفي حاجه تحصل لو الفيتامين اي ده اتاثر في الانيمالز. وفي حاجه تحصل لو الفيتامين اي ده اتاثر في الراتس، في الفئران. هم دلوقتي اثبتوها على الفئران وبيقولوا ممكن تحصل في البني ادم، بس لسه اثبتها على البني ادم مش قادرين. بص بقى معايا اقول لك يعني الكلام. اول حاجه لو الفيتامين اي قل في الانفنت، مين اكتر حاجه تتاثر؟ اقول له دول. شايفين دول؟ يبقى الممبرينز بتبقى لسه ضعيفه في الاول،
وبالتالي الفيتامين اي دوت الفيتامين اي ده لو نقص اكتر حاجه بتتاكسد على طول السكه دي فوسفوليبيدز دول اللي موجودين هنا اللي موجودين في الممبرين. يحصل ايه؟ اقول له يحصل هيموليتيك انيميا لان الممبرينز اللي هتتكسر ويبان قوي التكسير بتاعها هي الممبرينز بتاعت الار بي سيز. يبقى لو في الانفنت اكتر ديفكت يبان الحته الضعيفه اللي في الطفل هي الممبرينز اللي لسه ما بقتش ماتيور وبالتالي ما تستحملش اي اوكسيديشن. نقص الفيتامين اي هتتاكسد بال H2O2 يتكسر الار بي سيز ويحصل هيموليتيك انيميا. طيب امال في الادلت ايه اكتر مكان يتاثر؟ اقول له النيرفس تيشو. في مكان مهم جدا في النيرفس تيشو اسمه ايه؟ بوستيريور كولوم اوف السباينال كورد. انتوا ناس واخدين نيورو بقى؟ يعني لو قلت لك كلمه يعني ايه بوستيريور؟ هتعرف بعد كده ان لما البوستيريور السباينال كورد ده فيه كولومز كده موصله لايه؟ ان الفات والاعصاب ببعضها. وبالتالي لو البوستيريور كولوم ده اتاثر ده مرض هتسمعوا عنه اسمه تيبز. قال لا طب امال ايه بقى؟ دور ثالث. اما انا بتكلم عن النقطه في السيرج على فكره مش بتاع تيبس دور ثالث خلاص كده دي جنريشن اوف البوستيريور كورس. طيب نيجي على الاثنين ايه اللي اتاثر هنا ويتاثر هنا؟ اقول له الممبرينز اوف الماسلز ويحصل حاجه اسمها ماسل ديستروفي. كلمه ديستروفي يعني ضمور. ماسل ديستروفي ماسل ديستروفي الماسل ايه؟ ادي الخلايا بتاعت الماسل. يبدا الممبرينز دي تتكسر. الممبرينز دي جوه الماسل احنا هناخد حاجه في البروتين مهمه جدا اسمها كرياتين. ده اللي بيخزن الطاقه جوه الماسل. هناخده في البروتين وهنعرف بيتكون ازاي والكلام ده كله. كرياتين. سؤال بقى مهم جدا هنا يقول لي طب لما يحصل ماسل ديستروفي والمصل تتكسر والممبرين بتاعها ده الممبرين ده مبقاش موجود يحصل ديجينيشن مين اللي هيطلع في الدم؟ اقول له كرياتين. دي حاجه بيسموها كرياتينوريا لانه بعد ما بيوصل الدم بينزل في اليورين. يبقى لما يقول الكرياتينوريا دي بتحصل فين؟ في اي فيتامين ديفيشنسي؟ اقول له في الفيتامين اي. ليه حصل كرياتينوريا؟ ليه الكرياتين ده طلع في الدم؟ اقول له عشان المصل ديستروفي وعشان الايه؟ وعشان الدمج اللي حصل والكرياتين طلع. طيب في الانيمالز لو اكتر حاجه لما الفيتامين اي بيتكسر ايه اللي بيتاثر؟ اقول له الليفر. يحصل حاجه اسمها ليفر سيروسس. طب الرات بقى في الفئران لقوا ايه اللي بيتاثر؟ لقوا ان اللي بيتكسر كتير جدا حاجه بيسموها سيمي نيفرس تيوبيولز اللي هي موجوده في التستس. يحصل ايه بقى لما تتكسر السيمي نيفرس تيوبيولز؟ يحصل حاجه اسمها استريليتي يعني العقم. الفار يبقى عقيم. استريليتي ايه لازمه الكلام ده؟ ايه اهميته؟ اهميته ان هم بيقولوا ان الكلام ده زي ما بيحصل في الفئران بيحصل في البني ادمين. يعني نقص الفيتامين اي من اسباب الاستريليتي. عشان كده اي واحد عنده استريليتي ومش لاقي له سبب واضح تلاقي الدكتور كاتب له في الشتة بتاعته لازم يبقى كاتب له ايه؟ ها؟ فيتامين اي. لو ربما يكون ما اثبتهاش بنسبه 100% بس دي حاجه خطيره جدا يعني ايه؟ نقدر نعمل لها اكسكلوجن. عشان كده اللي بيسموا الفيتامين اي ده انتي استريليتي فيتامين. يعني الفيتامين اللي بيتكتب في الشتة بتاعت العقم هو ده انتي استريليتي فيتامين. ليه؟ هل هو حصل اتاكدنا عليه في المين او في البني ادمين؟ لا بس اتاكدنا فيه في الفئران ان هو بيعمل دي جنريشن للسيمي نيفرس دي تيوبيولز وبالتالي بيعمل استريليتي. طيب ادي الفيتامين اي سهل ما فيهوش حاجه. نيجي بقى على فيتامينز المهمه جدا اسمه كنتوا اخدتوه في الفسيولوجي السنه اللي فاتت اسمه فيتامين كي. فيتامين كي والفيتامين كي ده هيبقى صديق لايه؟ صديق حضراتكم كده ان شاء الله وانتوا في الامتياز وانتوا بعد كده في الدكاتره هتلاقي من الحاجات اللي بتتكلم كتير قوي في الروشتات بتاعتك الفيتامين كي ده. اول حاجه الفيتامين كي ده ايه الكيمستري بتاعته؟ اقول له الفيتامين كي ده ثلاث انواع مش عاوز صوت. يبقى الكيمستري بتاعت الفيتامين كي في ثلاث اشكال من الفيتامين كي. زي ما قلنا الفيتامين كي كده في منه اربع اشكال الفا توكوفيرول وبيتا ودلتا وجاما. خلاص كده الفيتامين كي ده فيه منه ثلاث اشكال. ايه هم؟ اقول له في حاجه اسمها فيتامين كي 1 وفي حاجه اسمها فيتامين كي 2 وفي حاجه اسمها فيتامين كي 3. دي اول حاجه.
كده اساميهم، اساميهم مهمه وهتتحفظ. فيتامين كي 3 ده بيسموه مينا، مينا دايون. يبقى فيتامين كي 3 ده اسمه مينا دايون. فيتامين كي 2 هناخد مينا دي، مينا، ونحط بدل دايون ده حاجه اسمها كيو نون. نقول مينا كيو نون، مينا كيو نون. فيتامين كي 1 هناخد كيو نون ونسيب مينا بقى، ونحط بدل كيو نون دي حاجه اسمها فيلو، وبعد كده كيو نون. يبقى التلات اسامي دول مهمين جدا. يبقى اول حاجه 3 ده مينا دايون، مينا دايون. طيب امال 2 ناخد مينا برضه يبقى كيو نون. امال 1 ده عباره عن ايه؟ سيب بقى مينا وحط مكانها فيلو كيو نون. طيب اول حاجه 3 ده هنكتب كده ان هو ده سينثيتك فورم، ده ربنا ما خلقوش، ده معمول في المصانع بتاعت الادويه اللي هو المينا دايون ده، صنعوا فيتامين كي عشان يتاخد حقن ويتاخد الراس ويبقى في العلاج بتاعنا، ده اللي ايه اللي اتصنع السينثيتك فورم ده، سموه مينا دايون. عشان كده الجزء الكيميائي بتاعه، الشق الكيميائي بتاعه اسمه دايون، مختلف عن اللي ربنا خلقه. اللي ربنا خلقه اسمه كيو نون، الاثنين دول كيو نون. يبقى الاثنين دول، الاثنين دول ناتشرال، دول ربنا خلقهم. ايه الفرق ما بينهم؟ مينا ده اللي احنا حطينا له كلمه مينا دوت، خلاص يشبه ده في ايه؟ ليه مينا ومينا؟ ده مين اللي بياخد؟ البني ادم، صح كده؟ وده ربنا خلقه بيتعمل فين؟ في البني ادم برضه، اللي انتوا اخدتوه السنه اللي فاتت بيتعمل بالبكتيريا فلورا اللي موجوده في الانتستين. اخدته من البكتيريا فلورا اللي في الانتستين بتطلع الفيتامين كي، هو ده الشكل ده هو. يبقى الشكل ده، الشكل ده هو الشكل اللي بيتعمل في البني ادم مينا، بس في البني ادم. والشكل ده اللي البني ادم بياخده راسه وحقن وبتاع وكلام من ده. امال فيلو يعني ايه؟ فيلو يعني بلانت، بلانت ده في اي اختصار معناها بلانت. يبقى ده فيتامين كي، بس مين اللي بيصنعه؟ البلانتس موجوده في الجرين فيجيتابلز بقى بالذات، يبقى الجرين فيجيتابلز. يبقى انا عندي ثلاث اشكال من الفيتامين، شكلنا ربنا اللي بيخلقهم دول ناتشرال اللي هم فيهم كيونون دول. واحد في البلاد فيلو، واحد في البني ادمين او في الانيمالز عموما اللي هم ايه؟ بيتصنعوا بالبكتيريا فلو. وصنعوا بقى واحد يشبههم بقى ونفس الاكتيفيتي واقوى شويه اللي هو المينا ايه؟ المينا دايون ده، الدايون ده الواحد ده سينثيتك فورم. طيب السينثيتك فورم ده فيه معلومتين مهمين جدا. المعلومه الاولانيه تخيل بقى ان هو ايه؟ الموست بوتنت، اقوى واحد. يبقى اول حاجه يعني اقوى من اللي ربنا خلقهم دول؟ اه اقوى من اللي ربنا خلقهم. يعني هو مش 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 شطاره، هي يعني كل الفكره ان هم عملوا ايه؟ عملوا فيه حاجه رهيبه جدا. ايه بقى؟ ان هم خلوه ووتر سوليبل. ما احنا اللي بنصنعه، احنا اللي بنصنعه، احنا اللي بنركب المواد بتاعته. فلما اتصنع بقى ووتر سوليبل. ووتر سوليبل ده يعني ايه؟ الاثنين دول لان هم فات لازم ابزوربشن، وبعد كده يطلعوا، ولما يمشوا في الدم عاوزين كده بروتين، وبعد كده يروحوا الليب، فاهمين؟ قصه على الاكتيفيتي بتاعتهم تظهر محتاجين قصه كبيره قوي. ده لانه اتصنع ووتر سوليبل امبول كده بجنيه من الصيدليه اسمه فيتامين كي، تقوم كاسه واخده في حقنه وفي الوريد على طول، لان اي حاجه ووتر سوليبل بتعديها في الوريد، وفي الوريد تقوم ايه؟ حقنها، يقوم يدي الافكت بتاعه ايه؟ بسرعه جدا. عشان كده هو اقوى في الافكت بتاعه من الاثنين دول، عشان هم خلقوه وعملوه ووتر سوليبل. يبقى لما اجي اقول لك الاثنين دول، هل هم بقى ووتر سوليبل ولا فات سوليبل؟ تقول لي هو احنا بناخد الفيتامين كي ليه اصلا هنا؟ لان هو ايه؟ فات سوليبل فيتامين. مين بقى الفات سوليبل فيتامين الاثنين اللي ربنا خلقهم؟ دول فات سوليبل فيتامين. اه ده فات سوليبل، ده نفس القاعده نفس الكلام اللي احنا قلناه، ده اللي هناك ده بس اكسبشن اللي احنا عملناه عشان نديه حقن. فمش معقوله نبقى هنديه حقن وهو في نفس الوقت ايه مش ووتر سوليبل، مش هنعرف نديه، مش هينفع يتاكل لا لا في القص ولا في الايه؟ ولا في الانجكشن، وبالتالي ده اكسبشن اللي هو ده. بس واحد واثنين دول اللي ربنا خلقهم ودول اتطبق عليهم القاعده بتاعت الايه؟ بتاعت الووتر سوليبل. لما يقول لي مين الووتر سوليبل اقول له كيسل. لما يقول لي مين البوست ووتر اقول له مين؟ الكيسل. طيب ده الكيمستري بتاعنا. نيجي على السورس. ها يلا الفيتامين كي بقى تاكله فين؟ تاكله فين؟ ما احنا قلناها هترجع تقول تاني. في البلانت اللي هي الجرين فيجيتابلز هتاخد ايه اللي بيتكون جوه البلانتس؟ كي 1.
في الانيمالز خلاص كده ما هم كونوا الفيتامين دي زيها وموجود في التيشوز بتاعهم زيها، وبالتالي انا ممكن اخده يبقى ليه انيمال سورس وليه بلانت سورس. يبقى الاثنين بتوع النهارده لهم انيمال سورس ولهم بلانت سورس. خلاص كده؟ طيب ممكن ليه سورس ثالث؟ اقول له اه السينثيتك ده ان انا اخده على شكل ايه؟ اخده على شكل دراجز ادويه. سواء الادويه دي كانت اورال يعني راس في راس فيتامين كي بتتاخد، او سواء كانت ايه؟ اقول له او سواء كانت انجكشن يعني حقن. يبقى ده سورس كمان. يبقى انا ممكن اخده في البلانت وممكن اخده في الانيمال واحد واثنين، وممكن ثلاثه ده يتاخد از دراجز بقى سواء كانت اورال او ايه؟ او انجكشن. القصه دي خاص. يبقى ده بالنسبه لمين؟ اقول له ده بالنسبه للسورسز بتاعته. طيب نيجي للابزوربشن بتاعه والترانسبورت والستورج. اكتب عليها زي الجدول بالظبط، ما فيهاش ولا كلمه زياده، اكسبت حاجه مهمه جدا هقول لك عليها. ايه هي؟ اقول له بقى وسي الكلمه دي عندك بقى، ان الستورج از ليميتد. اقل فيتامين، اقل فيتامين من الفات سوليبل بيتخزن في جسمنا، عشان كده النقص بتاعه بيظهر بسرعه. لو تفتكروا في الجدول اللي فات في الاول خالص، اما جينا قلنا هو الفات سوليبل الديفيشنسي بتاعها بيظهر على طول ولا الووتر سوليبل؟ قلنا الووتر سوليبل لان ما بنخزنهمش، صح كده؟ ده قريب قوي في التخزين بتاعه من الووتر، ما بيتخزنش كتير، وبالتالي الديفيشنسي بتاعه بيظهر ايه؟ عشان كده ناس كتير قوي بتاخد الفيتامين كي ده. يبقى الاستورج بتاعه ليميتد، وبالتالي الديفيشنسي بتاعه ايرلي يظهر على طول. ماشي كده؟ طيب جنبها بقى اكتب لي كده نوت كده، الملك، عارفين الملك؟ عارفين طبعا. بور سورس لمين من اللي احنا خدناهم؟ لان الناس معتقده ان الملك ده يتكتب في اي حاجه. صح؟ هو الملك ده فيه فيتامينز كتير قوي. بس ناقص فيتامينز معينه، يعني ما تعتمدش على الملك از سورس لفيتامينز معينه، ايه هم؟ اقول لهم اللي احنا خدناهم الدي والكي. الملك ما فيهوش الكلام ده. عشان كده عشان كده بيسالك سؤال مهم جدا بس هطلع اسئله خمسه. يقول لك هو انا اخدت الملك ده في الاطفال الصغيرين، انت بتاخد الملك يقول لك ايه؟ ده فيه كالسيوم، صح؟ هو الكالسيوم ليه لازمه من غير الفيتامين دي؟ ها؟ الكالسيوم ليه لازمه؟ هو مين اللي بياخد الكالسيوم بعد ما نعمل له ابزوربشن او ايه ابزوربشن؟ مين اللي بياخد يعمل له ديبوزيشن على البون؟ مين اللي بيثبت الكالسيوم على العظم؟ هو ايه الفكره ان الكالسيوم امان الدم مش مشكله؟ مين اللي هياخد الكالسيوم ويحطه في العظم؟ الفيتامين دي. الملك ده فيه كالسيوم؟ اه طبعا. فيه فيتامين دي؟ لا. يبقى الكالسيوم لوحده يكفي ان البون بتاع الطفل يبقى ماتيور ويبقى في القوه بتاعته؟ لا. عشان كده بقول لك لازم الطفل يتشمس. ليه لازم الطفل يتشمس؟ هو ياخد اللبن يبقى خد الكالسيوم. بس يتشمس عشان مين بقى؟ ها؟ عشان الفيتامين دي، لان اللبن ما فيهوش الفيتامين دي بالكميه اللي الطفل محتاجها. نفس الكلام ينطبق على مين؟ ها؟ او نفس الكلام ينطبق على الفيتامين كي. يبقى الملك ده فيه ديفكت في الفيتامين كي وهيك في الفيتامين دي. خلوا بالكم من القصه دي. طيب. نيجي على الفانكشن بتاعه. ايه لازم بقى الفيتامين كي دوت؟ اقول له رقم واحد مسؤول عن حاجه اسمها البروثرومبين جروب اوف الكلوتنج فاكتورز. ده كلام بقى انتوا حضرتوا فيه ماجستير السنه اللي فاتت. يبقى في حاجه اسمها البروثرومبين جروب اللي هي كام وكام وكام؟ اربعه. اصلا فاكره اربعه اللي هو الكالسيوم. المهم اثنين صح؟ وسبعه وتسعة و10 كنتوا بتحفظوها كده 1972 بس ال1000 ده اللي هو ايه؟ ال10. يبقى في حاجه اسمها بروثرومبين جروب. بروثرومبين جروب في اربعه بروتينج فاكتور. فاكتور رقم اثنين ده اللي هو البروثرومبين ومعاه فاكتور رقم سبعه فهم متوسطين، وبعد كده فاكتور رقم تسعه وفاكتور رقم 10. المجموعه دي مع بعضها كده ايه اللي يميزها؟ سموها بروثرومبين جروب ولموا دول مع بعض ليه؟ لإن المجموعة دي سنسيتايزد إن الليفر. يبقى المسؤول الأساسي عن تخليقهم الليفر. بس أقول له لا. ولازم عشان الليفر يكونهم يبقى موجود فيتامين كي. فهم فيتامين كي المجموعة دي بالذات الأربعة دول فيتامين كي ديبندنت. يعني لازم عشان يتخلقوا ويبقوا موجودين في جسمنا كويس لازم يبقى موجود الحاجتين دول. لو في ديفكت في الليفر لوحده او في ديفكت في الفيتامين كي المجموعه دي ما تتكونش.
وبالتالي يحصل حاجه اسمها سيوله في الدم، لان دول مسؤولين عن حاجه اسمها كواجيوليشن او مسؤولين عن حاجه اسمها كلوتينج اللي هو تجلط الدم. وبالتالي لو دول نقصوا يحصل حاجه اسمها بليدنج تندنسي، يعني يبقى عنده سيوله في الدم. لا يعرف يعمله عمليه ولا نعرف نقرا ناحيته لانه هيبقى عنده سيوله في الدم هينزل. طيب ايه علاقه الفيتامين كي بقى بالمجموعه دي؟ خلاص احنا فهمنا دلوقتي ان في مجموعه اربعه بروتين فاكتورز بيتكونوا في الليفر، ووجود الفيتامين كي مهم جدا. ليه بقى؟ مهم جدا في ايه؟ بصوا بقى معايا. البروثرومبين اللي احنا هنشرحه دلوقتي هو نفس الكلام هينطبق على سبعه وعلى تسعه وعلى عشره. ايه اللي بيحصل؟ اقول له البروثرومبين اول ما بيجي يتكون في الليفر بيقسمه كده بري بروثرومبين. يعني اللي بيطلع من الدي ان ايه والاي ان ايه اما بنعمل جين ترانسكربشن وبعد كده جين ترانسليشن، اول بروتين بيظهر بيبقى اسمه كده بري بروثرومبين. واحنا اخذنا السنه اللي فاتت ان البروتينات بعد ما بتطلع من الدي ان ايه والاي ان ايه بيحصل حاجه اسمها بوست ترانسليشن موديفيكيشن، بقص ونشيل ونحط ونضيف وحاجات زي كده. فيقول لك بري بروثرومبين ده لازم يحصل له الكلمه دي، بيحصل له عشان يتحول بقى للايه؟ للبروثرومبين اللي احنا عاوزينه، فلازم نشيل بري ده، لازم نشيل الجزء ده، يحصل حاجه اسمها بوست ترانس سيليشن موديفيكيشن. جميل. ايه الموديفيكيشن اللي بيحصل؟ اقول له الموديفيكيشن ان البروتين ده كان من ضمن تكوينه شويه امينو اسيدز كده، في امينو اسيد هنا، في امينو اسيد اهو، وفي امينو اسيد اهو. الامينو اسيدز دول عباره عن ايه؟ يقول لي دول فاضل لهم مجموعه سي او او اتش ويبقى اسمه جلوتاميك اسيد. امال هو كان ايه اصلا؟ كان حاجه بيسموها البريكوزا اوف الجلوتاميك اسيد. طب ما احنا الجلوتاميك اسيد ده خدناه السنه اللي فاتت وعارفين، اكتبوه في الهامش هنا وتحفظوه في البروتين طبعا. سي او او اتش ده الجلوتاميك اسيد. سي ان اتش 2 اتش اي امينو اسيد بيعمل كده. وبعدين سي اتش 2 سي اتش 2 سي او او اتش. ده ايه؟ اقول له ده الجلوتاميك اسيد. بصوا بقى معايا. احنا لما خدنا في الليمت قلنا لو انا عاوز ارقم برقم من عند مين؟ ها؟ صح كده؟ يعني دي كربون رقم واحد وكده 2 3 4 5 مظبوط؟ طب فين الكربون رقم الفا؟ اللي هي بعد السي اتش على طول. كنا بنقول حتى السنه اللي فاتت في البروتين ان دي اسمه الفا امينو اسيد عشان الكربون اسمها ايه؟ ها؟ اسمها الفا. طب فين بيتا؟ اقول له اللي بعدها. طب فين جاما؟ اقول له اللي بعدها. المنظر ده بص كده هنا كده شايف اللي انا بقوله ده؟ الجلوتاميك اسيد ده دلوقتي قبل السي او اتش دي كان عامل كده. كان عباره عن هنا الجاما دي سي اتش 3 بس. كان اسمه البريكوزا اوف الجلوتاميك اسيد. يعني انا لو هكتب ده كده هكتب في اخره هو الراجل ده بس في اخره سي اتش 3 الاول. طول ما هو دي سي اتش 3 ودي سي اتش 3 ودي سي اتش 3 البروتين ده هو اسمه بري بروثرومبين. ما اسموش بروثرومبين. امتى يبقى اسمه بروثرومبين؟ اقول له لما السي اتش 3 ده اللي هي الجاما ده اهي يحصل عليها كاربوكسيليشن. طب ما تحصل عليها كاربوكسيليشن كده دخل ايه؟ سي او 2 اهو سي او 2. طب والاتش فين؟ ما هي دي بدل ما هي بقت 3 هتبقى 2 والاتش تنزل تحت. يبقى انا عملت كاربوكسيليشن لمين؟ ها؟ للبيجوزا بتاع الجلوتاميك بعد كده بقى اسمه جلوتاميك. يبقى لو دي عملت لها بقى بقت سي اتش 2 وبعد كده زودت السي او اتش كده بقى اسمه جلوتاميك. هنا لما تظهر السي او اتش يبقى اسمه جلوتاميك. اول ما يظهر الجلوتاميك يقوم يتحول البروتين للي انا عاوزه بروثرومبين. يبقى انا عملت ايه عشان احول البري لبروثرومبين على طول؟ عملت ايه؟ اقول له عملت الكلمه دي كاربوكسيليشن اوف الجاما. الجاما اهي الجاما كربون اوف الجلوتاميك مش عارف صوت اوف الجلوتاميك اسيد راديكلز. الشق اللي كان هيبقى اسمه بعد كده جلوتاميك اسيد. يبقى لما اجي اقول لك انا حولت البري ده للبروثرومبين ازاي؟ اقول له عملت كاربوكسيليشن اهو، دي كانت سي اتش سي كده الجاما اهي عملت لها كاربوكسيليشن، يبقى كاربوكسيليشن اوف الجاما كاربون بتاع الجلوتاميك اسيد ريزولوز او الجلوتاميك اسيد ريزولوز. طب جميل. الكلام ده حصل امتى؟ اقول له حصل بعد الترانسليشن. طب وانا محتاج ايه عشان اعمل كاربوكسيليشن؟ اصل احنا حفظنا الكلام ده. كاربوكسيليشن عندنا تساوي ثلاث حاجات. ها؟ فيتامين بايوتين، مش احنا قلنا البايوتين ده فيتامين؟ ها؟ والكاربوكسيليز
والاي تي بي هتتحول لايه؟ ما عدا الكربوكسيشن دي. الكربوكسيشن دي بدل البايوتن، مش البايوتن ده فيتامين، بدل البايوتن فيتامين كي، اسمها فيتامين كي ديبندنت كربوكسيشن. الكربوكسيشن الوحيد اللي ببدل بيه ببدل البايوتن اللي هو فيتامين بقى، بس الفيتامين كي بقى. يبقى الفيتامين كي هو هنا مهم، شغلته ايه؟ اقول له شغلته ان الانزيم اللي اسمه كربوكسيليز ده اهو ما بيشتغلش الا في وجود الفيتامين كي، بيسموها فيتامين كي ديبندنت انزيم اسمه كده كربوكسيليز. اشمعنى يا عم الكربوكسيليز ده اللي قلت عليه كده؟ لانه يختلف عن القاعده اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها ان الكربوكسيليز معاهم الفيتامين، لا ده معاه فيتامين كي. يبقى لو ما فيش الفيتامين كي يفضل البي بروسون بين زي ما هو، فيفضل ان اكتف ما يشتغلش. نفس الكلام في هنا ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا. يبقى لما اقول لك البروسون بين جروب دي ايه علاقه الفيتامين كي بيها؟ انا عاوز كلمه واحده. فيتامين كي ديبندنت كربوكسيليز بيعمل كربوكسيليشن لمين؟ اقول له للجاما كربون بتاعه الجلوتاميك اسيد ايه؟ ريزيدوز. ليه؟ عشان يحول البري بروتين للبروتين اللي انا عاوزه، وبالتالي المجموعه دي بقت ايه؟ بقت حاجه. بس دي اهم فانكشن نبقى عارفها كويس جدا للفيتامين كي. طيب بص بقى الفانكشنز الثانيه سهله جدا. رقم اثنين، اخذنا حاجه في الريسبيراتوري تشين، اخذنا حاجه في الريسبيراتوري تشين اسمها كو انزيم كيو، اخذناها. طيب الكو انزيم كيو ده، الكو انزيم كيو ده يمكن استبداله بفيتامين كي. يبقى تاني فايده للفيتامين كي ان هو اكت لايك الكو انزيم كيو في الريسبيراتوري تشين. يعني ينفع اشيل، لان الاستراكشر بتاعهم قريب جدا من بعض، يعني ينفع اشيل الكوينزايم كيو كده من الاسبيراتو تشين واحط مكانه مين؟ الفيتامين كيو، واشتغل زيه بالظبط. يبقى الفايده الثانيه، الفايده الثانيه ان هو اكت لايك مين؟ اكت لايك الايه؟ الكوينزايم كيو. طب تعالى الفايده الثالثه. اخدتوا السنه اللي فاتت حاجه اسمها اورال انتي كواجلانت. اخدتوها. خدتوا جدول كده مقارنه ما بين الهيبارين اللي هو انجكشن انتي كواجلانت وما بين الحاجات اللي انتي كواجلانت برضه بس اورال بقى، خلاص كده؟ انتي كواجلانت. حاجه اسمها الوارفرين وحاجه اسمها الدوكيوماروز. طيب هما الاورال انتي كواجلانت دول بيعملوا ايه؟ بيمنعوا الكلوتنج والكواجليشن، صح كده؟ مش هما دول الاورال انتي كواجلانت؟ يعني انتي كواجلانت يمنعوا ايه؟ يمنعوا الايه؟ الكلوتنج. طب هما الاورال انتي كواجلانت دول بيشتغلوا ازاي؟ ها؟ يعني هما بيمنعوا القصه دي ازاي؟ عن طريق ان هما بيوقفوا البروثرون بين جروب. يعني الافكت بتاعهم ازاي يعملوا سيوله في الدم؟ ازاي يمنعوا التجلط؟ بيبوظوا اني كلوتنج فاكتورز؟ قالوا بيبوظوا المجموعه دي. طب بص كده، انا عندي حاجه لذيذه جدا. بص انا عندي الليفر وجواه المجموعه اللي هي 1972، المجموعه دي جوه الليفر، صنع جوه الليفر. عشان اشغلها عاوز فيتامين كي، وعشان اوقفها عاوز حاجه اسمها اورال انتي كواجلانت. هما الاثنين بيشتغلوا على نفس الحاجه. فقال لك واحد جاي لك المستشفى، الدكتور كاتب له ياخد قرصين وارفرين او دوكيوماروز، خد الشريط كله، يبقى خد اورال انتي كواجلانت كتير جدا. دي اسمها ايه؟ اسمها اوفر دوز. اوفر دوز يعني جرعه فوق اللي مكتوبه لك، اوفر دوز من اورال انتي كواجلانت. ايه اللي هيحصل لو الراجل ده عمل حصله كده؟ اخد الشريط كله. دول وقفوا خالص، صح كده؟ الراجل ده دخل في حاجه اسمها سيوله الايه؟ الدم، ما بقاش فيه كلوتنج فاكتورز. طب الراجل ده هينزف، ولو نزف مفيش حاجه توقفه. اعمل ايه عشان الغي تاثير القطاع اللي انا اخدتهم دول؟ ادي فيتامين كي كتير جدا. اقعد اديله فيتامين كي حقن لغايه ما نسبه الايه؟ الغي الافكت بتاع الناس دول. فيسموا الفيتامين كي ده يبقى في الفارما السنه الجايه الدواء اللي يتاخد عشان يلغي دواء تاني، الفيتامين كي ده دواء اتاخد عشان يلغي الدواء ده يسموه ايه؟ انتي دوت. يبقى لما يقول لي مين الانتي دوت، يعني مين الدواء اللي يعكس الافكت بتاع الاورال انتي كواجلانت، اقول له فيتامين كي. الفيتامين كي ده شغلته ان هو انتي دوت للاورال انتي. طب اشمعنى يعني؟ طب هل الفيتامين كي ده انتي دوت الهيبارين؟ واحد بقى واخد جرعه هيبارين عاليه ينفع اديله فيتامين كي؟ لا، لان الهيبارين ما بيشتغلش على دوت اصلا، وبالتالي الفيتامين كي هيشتغل في ناحيه والهيبارين لسه سكته شغاله، فاهم القصه؟ بس ليه يشتغل على الاورال؟ لان هما الاثنين شغلتهم على حاجه واحده اللي هما البروثرومين، ده بيزود وده بايه؟ وده بيقل. يبقى الفانكشنز بتاعته اهم حاجه البروثرومين جروب ومسؤول عن الاكتيفيشن بتاعهم سبيرتو تشين وانتي ايه؟
وانتيدوت. طيب نيجي للديفيشنسي بتاعه. الفيتامين كي ديفيشنسي ايه حكايته بقى؟ اول حاجه عاوزين نسال نفسنا الكوزس دي، اول مره هنقول فيها الكوزس لنقص فيتامين، لان هي مهمه هنا جدا. تتوقع ايه اللي يخلي الفيتامين كي ينقص؟ لان دي حاجه هتعرضوها كتير قوي، قال لكم مشاكل الامل طبعا بتشتغلوا كده، تلاقي واحد عنده سيوله في الدم ومشكله في فيتامين كي، ايه اللي يخلي الفيتامين كي ينقص؟ اقول له رقم واحد حصل مشكله في الابزوربشن، ما تقعدش تحفظ الكوزس اللي مكتوبه عندك، اكتب جنبها تساوي استيال تو ريال، وتبقى قول اسباب الاستيال تو ريال. بس حصل مشكله في البنكرياتيك، خلاص كده البنكرياتيك سكريشنز، بنكرياتيك ديزيز، حصل مشكله في البايت سولت، سوبر سولت ما جاتش، سواء كان اوبستراكتيف جوندس او الستون، فاكرين كام انا قلت لك؟ او كان سايد البنكرياس او الليفر هو اللي فيه مشكله، او حصل حاجه اسمها فات ابزوربشن سيندروم، اي حاجه ما تخليش الليفر تحصل له ابزوربشن هتخلي البايت ما يحصلش ابزوربشن. فده سبب مش مهم قوي. امال ايه السبب المهم جدا؟ سيل فيه كتير قوي. اول انتي بايوتكس. طبعا دي بتاخدوها في الفسيولوجي. ودي من اهم الاسباب اللي تعمل نقص الفيتامين. ليه بقى؟ اشمعنى الفيتامين كي الوحيد اللي لما تاخد مضادات حيويه كتير ببقك مش حقن. لما تاخد مضادات حيويه ببقك خلاص كده ما يبقاش فيه فيتامين كي. لان طبعا ده زي ما انتم عارفين هينزل فين في الاخر؟ في الانتستين، هيوصل الانتستين. والانتستين فيها ايه؟ بكتيريا فلورا، والبكتيريا فلورا دي هتموت بايه؟ بكتيريا بتموت بالمضاد الحيوي، هتموت بالمضاد الحيوي، وبالتالي الفيتامين كي اللي بيتصنع بيها هينقص. يبقى مين الفيتامين اللي الاورال انتي الاورال انتي؟ طب لو كتب لي هنا انجكشن حقن ما جاتش ناحيه البكتيريا خالص. ماشي كده؟ طيب رقم ثلاثه. ايه كمان؟ اقول له فيلير اوف يوتيلايزيشن. مهم جدا السبب ده. فيلير اوف اليوتيلايزيشن. يعني ايه؟ يعني انا عندي الفيتامين كي مش ناقص ولا حاجه، يعني امتص كل حاجه والبكتيريا طلعته وموجود فيتامين كي في الدم، بس انا مش عارف استخدمه. ليه مش عارف استخدمه؟ سببين. ادي الفيتامين كي موجود ورايح يشتغل على الليفر، والليفر اصلا بايظ، يعني في ليفر ديزيز. يا فرحتي بالفيتامين كي هيعمل ايه؟ اذا كان المصنع اللي هيصنع اساسا فيه مشكله. يبقى اول حاجه لو الفيتامين كي موجود وفي ليفر ديزيز ولا كانه موجود، هيبان عوض نقص الفيتامين كي مع انه موجود في الدم. خلاص كده؟ فدي اول حاجه. طب ايه رايك لو انا باخد الفيتامين كي وطول عمري لسه قايلها من شويه ماشي على اورال انتي كواجيولانت، ها؟ او ماشي على حاجه اسمها اسبرين، عارفين انتوا اسبرين الاطفال اللي الناس بياخدوه ده؟ ماشي على اسبرين عشان يمنع التجمع. طب ما الناس دي بتعكس وبتلغي الافكت بتاع الفيتامين كي. فلو انا ماشي على جرعه فيتامين كي او اخدت فيتامين كي او شويه فيتامين كي اللي جسمي بيطلعهم، انا بلغيهم بمين؟ بالاورال انتي كواجولانتس وبالاسبرين. يبقى عندي سببين، واحد ليفر ديزيز، واثنين لو انا واخد اورال انتي كواجولانت او اسبرين، دول بيعملوا ايه؟ فيلير اوف اليوتيلايزيشن، يخلي الفيتامين كي موجود بس مش عارف استخدمه، مش هستفيد بيه لان انا ايه؟ لغيت الافكت بتاعه. طيب يبقى دي الاسباب. مين اكتر واحد يتعرض لنقص الفيتامين كي؟ الادلت ولا الانفانت؟ لازم تبقى عارف مين اكتر؟ الطفل الصغير يجيله فيتامين كي ديفيشنسي اكتر ولا الادلت يجيله فيتامين كي ديفيشنسي اكتر؟ اقول له الادلت صعب قوي الا اذا كان عنده بقى ليفر ديزيز او عنده مشكله تجيله فيتامين كي ديفيشنسي. ليه؟ اقول له لان الادلت ده طول النهار بياكل وهو الفيتامين كي وايدلي ديستريبيوتد ان الدايت، موجود في كل حاجه الفيتامين كي ده، فيجيتابل بلانت كل حاجه تلاقي فيها فيتامين كي ما عدا اللبن قليل شويه. طيب ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه اقول له الادلت ده عنده ما شاء الله الانتستين دلوقتي بقت اخبارها ايه؟ كلها بكتيريا. ما هي البكتيريا دي بتيجي منين؟ البكتيريا دي بتيجي من الاكل اللي هو بياكله، يعني انت اول ما بتتولد مفيش بكتيريا خالص في الانتستين. وبعد كده لما بتبدا تاخد اكل والاكل ده بقى كونتامينيتد وموجود عليه بكتيريا، يبدا البكتيريا دي تتزرع جوه الانتستين وتنمو وتقعد بقى وربنا خلالها ميديا كده تعرف تعيش فيها النوع ده بالذات عشان تعرف تعيش وكده، بس هي جايه لك اصلا منين؟ من بره. فالطفل هو اللي ما عندوش البكتيريا بس القدر ما شاء الله. وبالتالي يظهر اول فيتامين كي ديفيشنسي ده في ايه؟ لما يسالك ليه؟ قول له رقم واحد اللي انا لسه بقوله ده. الجلط از استيرايل، يعني الجلط الجي اي تي بتاعته معقده لسه موجود كده وكويس ومفيش بكتيريا داخل وبتاع، وبالتالي افراز الفيتامين كي عنده لسه ما ظهرش قوي. طيب والحاجه الثانيه
يقول لي طب ما هو يمكن لما اتولد او ما اتولد لو هو نيونيت اخذ من الام بقى شويه فيتامينز وكامل. اقول له في مصيبه ثانيه ان البلاسينتا ما بتعديش الفيتامين كي، كانت باص الفيتامين كي، فهو مولود لا اخذ من الام شويه فيتامين كي عايشوه، وفي نفس الوقت البكتيريا لسه ما بقاش تظهر خلاص كده، فيخشوا قوي الاطفال دول بالذات النيونيتس اللي هم لسه مولودين ممكن يخشوا في فيتامين كي ايه، فيتامين كي ديفيشنس. طيب واحد جاله فيتامين كي ديفيشنس ايه كان السبب ايه، كان هو ايه بقى يحصل له ايه؟ اقول له يحصل له كلمه واحده بس اسمها ايه، اقول له بليدنج، الراجل ده بينزف. يبقى فيتامين كي ديفيشنسي معناها ايه؟ اقول له معناها بليدنج. البليدنج ده مصيبه يا انترنال، نزيف داخلي. ناس الكبار يخبط على دماغه وبعد اربع خمس عشر ساعات يقول لك انا مصدع والبعد انفجر، يروح يعمل اشعه يلاقي فيه هيماتوم على المخ قد كده، يعني دم على المخ قد كده، انترنال بليدنج. او ان هو يجي له حاجه اسمها اكسترنال بليدنج، يمشي شويه في الحر يبص لقى مناخيره عماله تجيب دم، اكسترنال بليدنج. يبقى البليدنج ده ممكن يبقى انترنال ودي مصيبه، ممكن يبقى ايه؟ اكسترنال. طيب الحاجه الثانيه مين الفاكتورز اللي نقصد؟ ها؟ نتيجه الفيتامين كي ديفيشنسي؟ اقول له دول بقى اللي هم اساسا البرو ثرومبين ده رقم واحد واهم حاجه، وبعد كده السبعه والتسعه والعشره. يبقى دي الفاكتورز اللي هتنقص وهي دي سبب الايه؟ وهي دي سبب ليه؟ طيب اعرف ازاي ان مشكله البليدنج ده ليه 100 سبب؟ يعني ممكن يبقى مشكله في البليتلتس، ممكن يبقى مشكله في فاكتورز ثانيه، ممكن يبقى مشكله في البرو ثرومبين جروب، اسباب كتير جدا. اعرف ازاي ان البليدنج ده سبب القصه اللي احنا بنتكلم عليها؟ بنعمل تيست مهم جدا اسمه برو ثرومبين تيست. البرو ثرومبين تيست ده خلاص بنعور واحد كده وبنشوف التايم بتاع الكلوتنج اخباره قد ايه، المفروض ان هو من 16 ل 20 ثانيه. لو عملت للواحد البرو ثرومبين تيست او البرو ثرومبين تايم ده ولقيته دقيقه يبقى ده اخباره، المفروض انت توقف النزيف خلاص كده او يحصل كلوتنج، لو الكلوتنج فاكتورز اللي هي موجوده يحصل الكلوتنج من 16 ل 20 سنه لو هما موجودين. هو بقى عشان حوار فيتامين كي خف خلاص لو عرفت كويس. المصيبه بقى الثانيه ان انت تبشره وتقول له ان انت عندك ايه؟ ليفر ديزيز. المشكله الثانيه ان هو يبقى السبب اصلا الفيتامين كي موجود، بس المشكله ان في ايه بقى؟ ان في ليفر ايه؟ ان في ليفر ديزيز. يبقى لما اجي اقول لك ايه اسباب البرولونج بروثرومبين تايم؟ اقول له الفيتامين كي ديفيشنسي والايه؟ ها؟ والليفر ديزيز.